أهلا بحضراتكم معانا مرة تانية، نكمل طائفة من أخبارنا المهمة. النهاردة استقبل سيادة الرئيس في شرم الشيخ المستشار الألماني أولاف شولتز على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27، وأشاد الرئيس بتطور مسار العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، سياسيا اقتصاديا اجتماعيا عسكريا، ما انعكس على معدل وكثافة تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين، وآخرها زيارة سيادة الرئيس لبرلين في يوليو الماضي، وأكد تطلع مصر لتعظيم التعاون المشترك في الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق والتشاور السياسي. نشوف جزء كده من هذه الزيارة ونرجع مع حضراتكم. صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة المستشار الألماني إلى مصر، مشيدا سيادته بتطور مسار العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، وهو ما انعكس على معدل وكثافة تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين، وآخرها زيارة سيادته إلى برلين في يوليو الماضي، ومؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق والتشاور السياسي. من جانبه أعرب المستشار الألماني عن خالص التقدير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مبديا إعجابه الشديد بالتنظيم المصري المتميز للقمة العالمية للمناخ، ومثمنا الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا والزخم الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث تعتبرها ألمانيا شريكا قويا للتعاون ولمواجهة التحديات المشتركة. من ضمن تصريحات السيد الرئيس النهاردة أنه قال أن الدول النامية تواجه التحدي الناجم عن توجه بعض الدول لدعم منتجي الهيدروجين الأخضر المحليين على نحو بيخفض من تكلفة إنتاجهم، وده الأمر اللي بيتسبب في إحداث الخلل بالسوق العالمي للهيدروجين، بيساهم في إضعاف تنافسية الهيدروجين الأخضر المنتج بالدول النامية مقارنة بنظيره من الدول المتقدمة. وأضاف خلال كلمته في جلسة مستقبل الطاقة ضمن فعاليات COP27 النهاردة، تواجه الدول أيضا تحديات فنية مرتبطة بالمعايير والاشتراطات الخاصة بتجارة الهيدروجين وتحديد مصادره اللي بيتعين أن تتسم هذه الاشتراطات والآليات، والتحديات الفنية يجب أن تتسم بالمرونة مع الحفاظ على مبادئ الشفافية. دكتورة منال متولي، ممثل نقيب المهندسين ولجنة البيئة بالنقابة في مؤتمر COP27 وخبيرة الطاقة، مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا وسهلا. دكتورة منال، يعني هذه المبادرة إنسانية رائعة، صناعية، بيئية، مهمة، يعني كلمينا أكتر عن مبادرة الهيدروجين الأخضر وتنسيق عمل المناخ. طيب، النهاردة طبعا كان يوم حافل جدا، فخامة الرئيس النهاردة كان بيشاركوا رئيس وزراء النرويج، وكانوا بيعلنوا عن إطلاق المرحلة الأولى المشروع، هينشأ في محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة قدره 100 ميجا واط. تمام. الموضوع الهيدروجين الأخضر ده حلم هيجعل مصر على خط، وهي مصر أساسا في الصدارة، لأن المؤتمر نجح بكل المقاييس النهاردة وهيجعل مصر فعلا في الصدارة مركز طاقة عالمي. هيدروجين الأخضر ده هو أهم مشروع للطاقة المتجددة والطاقة النظيفة لإنقاذ كوكب الأرض طبعا، في الخطة اللي وضعها الأمم المتحدة ل 2030، عشان ان احنا نحاول نثبت درجة الحرارة انها ما تزيدش عن درجتين او درجة ونص. طيب، هل هذا المشروع دكتور منال، يعني هل هو واعد بالتصدير؟ النهاردة سيادة الرئيس كان بيتكلم، كنت لسه بقول الخبر، في المائدة المستديرة الخاصة بالطاقة المستدامة والطاقة المتجددة، كان بيتكلم عن انه في تحديات بتواجه انتاج الهيدروجين الاخضر في الدول النامية،
فهل تمام. هذا المشروع ممكن بيعدنا بآفاق شكلها إيه في ظل هذه التحديات؟ لا، فخامة الرئيس وضح النهاردة إن مصر كانت بدأ خطوات جادة في الاتجاه ده من سنين. كنا بنعمل سياسات ووضع استراتيجيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقالنا فترة. يعني دي وليدة اللحظة، وحط والجهات المعنية حطت أهداف واستراتيجيات زمنية واضحة عشان ننتقل انتقال تدريجي للهيدروجين الأخضر كمصدر رئيسي للطاقة. ودي بقت أصبحت دلوقتي إن مصر تستضيف COP27، أصبح قدامنا فرصة كبيرة جدا في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، عشان عندنا إمكانيات هائلة في إنتاج الطاقة النظيفة بقالنا برضو سنين. الحكومة بدأت تترشق في إنتاج الطاقة النظيفة اللي هتمكننا من التحول لمركز عالمي في إنتاج الهيدروجين الأخضر إن شاء الله. إن شاء الله النهاردة المؤتمر في مستقبل الطاقة كان واعد جدا، لدرجة إن رئيس وزراء كرواتيا شكر رئيس الوزراء المصري على استضافة مصر الكوب 27 وعلى الموضوعات اللي تمت وعلى التنظيم العالي اللي حصل في مدينة شرم الشيخ في تنظيم المؤتمر، وبالذات في موضوع استخدام الهيدروجين الأخضر، وإنه يجب وجود تمويل لهذا المشروع، لأنه المشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر هيكون سبب رئيسي، سبب كبير جدا في الحد من خطورة الانبعاثات الكربونية، والحد من عدم زيادة درجات الحرارة اللي ممكن هتسبب كوارث في الأيام اللي جاية. بشكرك جدا يا فندم. دكتورة منال متولي، ممثل نقيب المهندسين ولجنة البيئة بالنقابة في مؤتمر كوب 27 وخبيرة الطاقة، شكرا جزيلا لحضرتك. واتنقل مع حضراتكم لخبر آخر يخص المستشار الألماني أولاف شولز، اللي توجه بالشكر لمصر والرئيس السيسي لاستضافة كوب 27، وصرح بأن الهيدروجين الأخضر عنصر أساسي لمستقبل الصناعة وأهم هذه التكنولوجيات الحديثة اللي تتصل بالتغير المناخي. وأضاف خلال جلسة مستقبل الطاقة بقمة المناخ بحضور الرئيس السيسي أن الهيدروجين الأخضر دافع أساسي لإيجاد مزيد من فرص العمل والرفاهية، وتوقع أن يتم استخدامه بشكل كبير كبديل للطاقة حول العالم بحلول عام 2050. تعالوا نشوف جزء من كلمة أولاف شولز ونرجع نكمل مع حضراتكم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السادة والسيدات والحضور الكريم، أتوجه بشكر لسعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة هذا المؤتمر الهام. نحن هنا اليوم لنتحدث عن أحد أهم التكنولوجيا الحديثة التي تتصل اتصالا مباشرا بالتغير المناخي، وهو الهيدروجين الأخضر. الهيدروجين الأخضر هو أحد العوامل الأساسية لدعم الاقتصاد في مجال الطاقة والعديد من القطاعات الأخرى التي لها متغيرات عديدة، كما يعمل كدافع أساسي لإيجاد مزيدا من فرص العمل ولتحقيق مزيدا من الرفاهية. في بداية، الهيدروجين الأخضر هو أحد العوامل الأساسية في كبرى الدول الصناعية، وسوف نرى هذا الهدف يتحقق بحلول عام 2050 استخداما كبيرا وشاملا للهيدروجين الأخضر كتحول في الطاقة. وبناء على هذه الحزمة الجديدة، وصولا إلى عام 2030، نطمح إلى إنتاج 20 مليون طن من الهيدروجين الأخضر. وبالتالي أول رسالة مني إليكم أن الهيدروجين الأخضر ليس أحد التكنولوجيا الخيالية للمستقبل، لكنه أحد التكنولوجيات الأساسية في مجال تحول الطاقة، ونحن نعمل معا من خلال بناء الشراكات لتحقيق هذا الهدف. الهدف الأساسي هو بناء نظام لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوسيعه وتعميمه حول أنحاء العالم لإيجاد
لحلول مستدامة في تحول الطاقة. الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها قدرات كبيرة في ليكونوا أكبر موردي الهيدروجين الأخضر في العالم وأكبر المساهمين من خلال التقارب للأسواق العالمية. الرسالة الثانية من جانبي هو أضمن لكم أن ثورة الهيدروجين الأخضر سوف تنجح في السوق العالمي، ونحن نعزز كافة الأعمال البحثية والعلمية في الهيدروجين الأخضر. وبالطبع الهيدروجين الأخضر يحصل الآن على قطاعا كبيرا من الصناعة ويتميز بانخفاض تكلفته، وكذلك هناك إنجازات حققت في مجال الطاقة والأسواق الطاقة الأخرى. دكتور محمد جمال كفافي رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر وكبير مستشاري الطاقة بالصندوق العالمي للتنمية بالأمم المتحدة، أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور جمال، يعني مستقبل الطاقة والمائدة المستديرة اللي عقدت النهاردة، في رأي حضرتك وخبرتك الطويلة في هذا المجال، كيف ترى مستقبلها في إطار مبادرات أعلن عنها بالفعل في COP27؟ أقدر أقول، والكلام ده أنا نشرته من سنوات، الهيدروجين الأخضر هو الذهب الأخضر القادم لمصر إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. أمامنا فرص عظيمة، عشان برضه السنة المشاهدين تبقى عارفين يعني بنقول ليه اسمه هيدروجين أخضر، لأن إنتاجه غير ضرب البيئة ولا يؤدي انبعاثات كربونية، لأن إنتاج الهيدروجين أصلا بيتم إنتاجه من مصادر كهرباء من طاقة نظيفة. وزائد المادة الخام هي عبارة عن المياه. طبعا هيفضل المياه المالحة بعمل لها تكسير كهربائي أو تحليل كهربائي أطلع الهيدروجين. وكمان لما بحرقه بيطلع مية مرة أخرى، وبالتالي لا إنتاجه ولا استخدامه له أي انبعاثات. تمام. ده عشان كده بياخد لقب هيدروجين أخضر. تمام. لكن عنصر الهيدروجين ده موجود من سنين، وبيستخدموه في الصواريخ وفي الطائرات وبعض المكوكات الفضائية يمكن من الستينات. لكن طريقة إنتاجه هي اللي بقت أصبحت طريقة نظيفة. القضية فين النهاردة؟ ما زال غير مجدي اقتصاديا، يعني ما زال البنزين والوقود الأحفوري أرخص من استهلاكه. هي دي القضية الحقيقية. وطبعا زي ما نشايف العالم والتضخم والغلاء، فكله النهاردة بيمسك في الأرخص بغض النظر عن البيئة. لكن قريبا التكنولوجيا تتقدم وسينخفض سعر إنتاجه، وبالتالي هيقدر يقضي على الغاز والوقود. طب يا دكتور، حضرتك ليه وصفت مصر بأنها واعدة وأنه هذا الهيدروجين الأخضر هو كنز مصر القادم، إذا كان حضرتك بتقول أنه لغاية دلوقتي يكاد يكون إنتاجه يعني ما هوش عظيم الفائدة قوي لأن تكلفته عالية؟ أولا لأن العالم كله رايح حاليا ليه خلاص. طيب إحنا إيه القوة اللي عندنا في الموضوع؟ إحنا هننتجه إزاي؟ طريقة إنتاجه بيحتاج مصدر كهربائي. أي. ومصدر الكهرباء عندنا هو هيكون إن شاء الله التوسع في محطات الطاقة الشمسية والرياح والمخلفات. تدوير المخلفات تقصد؟ طبعا بيسموه ويست تو انرجي. أي تمام. بس مين للطاقة الشمسية؟ ومصر لديها، يعني أنا دايما بقول يا جماعة احنا عملنا محطة بنبان، احنا عايزين لا يقل عن خلال العشر سنين الجايين 25 محطة بنبان أخرى. ومصر تستوعبهم عشان نصل إلى 40% طاقة نظيفة. أيوة. و60% طاقة أحفورية. وعشان نستثمر الحاجة اللي ربنا مديها لنا للعالم كله دلوقتي بيدور عليها وهي الشمس. ده مينيموم بالظبط يا فندم. وعشان هو ده اللي قادم، وعشان الربط الكهربائي، وعشان التكنولوجيا لما ترخص، احنا لو رجعنا 10 سنين الطاقة الشمسية رخصت الى اكتر من الربع. يعني 75%. فاذا التكنولوجيا النظيفه كلها كمان برضو سنوات قليله هيبقى تكنولوجيا الهيدروجين رخيصه. احنا فين ساعتها؟ لو عندنا محطات كبيره، لان مش معقول هنبقى جاهزين بقى. نعم فندم. بقول لحضرتك هنبقى جاهزين بقى وعندنا الخطط والاستراتيجيات والبنيه التحتيه الخضراء للهيدروجين، وكذلك مستثمرين قادمين، الالمان مهتمين، اوروبا مهتميه،
لانه محتاجين مصدر كهرباء نظيف. فبالتالي الحمد لله مصدر كهرباء نظيف هيبقى متوفر عندنا، اصل الاثنين مرتبطين ببعض. تمام. الطاقه الهيدروجين الاخضر مرتبط بمصدر كهرباء نظيف، لان ده مش مشروع لوحده، الناس برضه بتيجي تتكلم مش واخدين بالهم. يا جماعه محطه انتاج الهيدروجين الاخضر هتشتغل ازاي؟ مش بقول هروح اشغلها بمحطات احرق غاز طبعا وحطات الكهرباء واطلع كهرباء اعمل بيها هيدروجين، ده يبقاش هيدروجين اخضر خالص. طبعا اللي يسميه بقى اي لون تاني. طب دكتور جمال انا عايز استاذنك بقى تنورنا في الاستوديو ونتكلم كده بالراحه في فقره حواريه ممتده علشان الناس برضو تفهم الحكايه بالراحه كده، مش مداخله تليفونيه اللي هتفهم الناس بهدوء يعني. يسعدني وشرفني يا فندم. يشرفنا يا فندم. شكرا جزيلا لسعادتك دكتور محمد جمال كفافي، رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الاخضر وكبير مستشاري الطاقه بالصندوق العالمي للتنميه بالامم المتحده. اعتقد كمان يعني ممكن نفتح مع الدكتور جمال لما ينورنا الشق الاقتصادي لهذا الامر، بما انه كبير مستشاري الطاقه والصندوق العالمي للتنمية بالأمم المتحدة، يعني ده صندوق بيمول مشروعات بتعمل تنمية وخصوصا بتكون في الدول النامية. يعني خلينا نقل مع حضراتكم لمبادرة أسواق الكربون الأفريقية الجديدة، ويمكن دكتور علي قطب تحدث سريعا كده عن هذا الأمر. النهاردة الأمم المتحدة أعلنت عن إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية الجديدة في إطار مؤتمر الأطراف كوب 27 بشرم الشيخ، بهدف تعزيز نمو إنتاج وحدات الكربون وخلق فرص عمل في أفريقيا. المبادرة بتهدف لتوسيع مشاركة أفريقيا في أسواق الكربون وخلق فرص عمل وحماية التنوع البيولوجي، دفع العمل المناخي. انضمت دول أفريقية متعددة بما فيها كينيا، مالاوي، الجابون، نيجيريا، توجو لحدث إطلاق المبادرة للإعلان عن التزامها بتوسيع أسواق الكربون الطوعية قاف 7. سيادة السفير محمد عبد الغفار رئيس المجلس الاقتصادي الأفريقي، مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك والسادة المشاهدين الأعزاء. سيادة السفير، ما معنى مبادرة أسواق الكربون الأفريقي؟ ببساطة هو منذ اتفاقية باريس في عام 2012 أصبح هناك ضرورة حتمية لإنقاذ العالم من الانبعاثات والحد من الانبعاثات التي تسبب الاحترار العالمي أو ظاهرة النينو أو الجرين هاوس اللي هي الصوبة اللي بتسبب بعض الغازات في حدوثها بتعمل أجسام كريستالية من أول أكسيد الكربون وغاز النيتروز بتحدث الحرارة إنها تخرج برا الغلاف الجوي. تمام. وأصبح هناك رسوم أو غرامات على الدول المتقدمة صناعيا لدفع مقابل هذه الانبعاثات، وده كانت في الدول الأوروبية والصين والولايات المتحدة الأمريكية، وكان سببه أنهم وجدوا أن القارة الأفريقية تمثل الشعاع الأبيض الضيق جدا بين دائرة حمراء بالكامل تساهم في زيادة حجم الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحترار العالمي. وإحنا لقينا أن درجة الحرارة بتاعت العالم ارتفعت لدرجتين، وده بيؤدي لتغير مناخي وتغير بيولوجي وجغرافي. يعني سعادتك يا فندم سيادة السفير تقصد انه مش بس الدول الصناعية بتتعهد بدعم مكافحة التغيرات المناخية ولا تقليل انبعاثات الكربون والاحتباس الحراري، لكن كمان هتدفع زي غرامة قدام استخدامها للكربون نعمل بيها مصانع طاقة متجددة في دول أفريقية، صح كده؟ أنا فاهم صح كده؟ بالضبط كده، إنما هو ما كانش مصانع فقط للطاقة المتجددة، كان مقابل هذه الاتفاقية أن تحصل الدول الأفريقية التي لا تساهم في تكوين هذه الانبعاثات أن تحصل على تمويل من الالتزام المادي المفروض على
الدول الصناعية يعني. ده كده بقى يبقى احنا لينا، يبقى مصر ليها نصيب جيد لان هي أنا جاي مكافأة. هشرح لحضرتك الموضوع بالكامل من اوله علشان يبقى واضح للسادة المشاهدين. اتفضل. الصين اتفرض عليها 650 مليار دولار تتحط في حاجة اسمها الكربون فند او صندوق الكربون. الولايات المتحدة الامريكية اتفرض عليها 840 مليار. الدول الأوروبية اتفرض عليها 450 مليار في أوروبا الغربية. من التزم بالدفع أولا كانت الصين، بعدها الولايات المتحدة الأمريكية، وحدث أن أتى الجمهوريين في الحكم وقاموا بتحويل المبالغ المحصلة للمشروع بتاع أوباما كير لإنقاذ الموازنة لأن كان في أزمة كورونا، وبعدها جه تاني الديمقراطيين وأبدوا استعدادهم لأداء هذه الالتزامات. إذن أصبح هناك تمويل ضخم لدول العالم الثالث للقيام بكل المشروعات بالاشتراطات التي تقلل استهلاك الموارد الطبيعية وأيضا تحد من الانبعاثات الضارة التي تسبب ظاهرة الاحترار الحراري. كويس. هناك ايضا من الدول الصناعية بعض المنتجين الذين يرغبون في التوسع وزيادة الانتاج وزيادة المراكز الصناعية بتاعتهم، ده بينجم عنه زيادة في الانبعاثات التي تسبب الاحترار العالمي او ارتفاع درجة الحرارة، والمفروض ان احنا نقلل درجة حرارة نص درجة من 2022 حتى عام 2050، يعني ما يزيدش الاحترار عن درجة ونص، ما يوصلش لدرجتين، عشان كده بيوصل كل هذا التمويل. إذن فتم إنشاء أسواق للكربون، بمعنى أن من يرغب في زيادة الإنتاجية التي تعتمد على الوقود الأحفوري أو الوقود التقليدي والذي يصدر عنه هذه الانبعاثات، يجب عليه أن يشتري وحدات كربون مقابل لوحدات الكربون المنبعثة من هذا النشاط الاقتصادي في الدول الأفريقية تحديدا، لأن ليست كل الدول الأفريقية ليست ملوثة، هناك دول في جنوب غرب آسيا ودول في شرق آسيا من الدول أيضا الملوثة، فكان المكان الأمثل ليعد رئة العالم للمستقبل لبقاء الحياة على وجه الكرة الأرضية هو القارة الأفريقية. إذن يجب عليه تمويل بعض المشروعات التي تتمثل في الزراعة وزراعة الأشجار، وأيضا في المشروعات التي تعمل على التحول من الوقود التقليدي إلى الوقود الأخضر، وأيضا زراعة النباتات التي تمتص الانبعاثات الملوثة من الجو. ده بيدي فرصة كبيرة. يمكن أنا اتكلمت عن هذا الأمر أن يمكن الاعتماد عليه في جميع المشروعات في البنية الأساسية، ده كان في المؤتمر الاقتصادي عام 2017، ولكن كان هناك توجه من بعض الخبراء الاقتصاديين أن تعمل مصر على جذب صناديق الاستثمار السيادي العالمية والاعتماد عليها، وده اللي كان بيمثل القروض قصيرة الأجل التي أثقلت كاهل الاقتصاد المصري. إذن أصبح الآن لدينا فرصة جديدة بتقدمها لينا الأمم المتحدة وفي غضون اتفاقية الأطراف اللي هي كوب 27 الموقعين على اتفاقية باريس، أن تصبح مصر أحد أسواق تبادل الكربون، يعني من يرغب في التوسع في الصناعة في دول العالم المتقدم أو الدول الصناعية يجب عليه أن يشتري وحدات الكربون الزائدة من المصريين من الاقتصاد المصري، وبالتالي يقوم بتمويل مشروع إما مشروع زراعي
أو مشروع من المشروعات التي تنتج الوقود البديل الأخضر اللي هو المتمثل في الهيدروجين الأخضر، والهيدروجين الأخضر تحديداً الذي يعد أفضل مصادر الطاقة النظيفة لأنه بينتج من المياه، وطبعاً كل أنواع الهيدروجين بتنتج من المياه، ولكن هناك الهيدروجين الأزرق الذي ينتج من مياه البحار، والهيدروجين الرمادي الذي ينتج من مياه الصرف، ولكن الهيدروجين الأخضر وهو الذي ينتج من المياه عن طريق وحدات الطاقة الشمسية. وده لحسن الحظ والذي أجمع العالم أن مصر هي مركز الطاقة المستقبلية النظيفة في العالم، وبالإضافة لأن موقعها الاستراتيجي جعل لها الممر الهام الذي يربط بين دول شمال الكرة الأرضية وجنوبها وشرقها وغربها، ويسموها One Stop for Solution for Future Solution، أو وقفة واحدة لكل حلول المستقبلية للعالم. وده بسبب المصنع الذي تم افتتاحه اليوم من قبل السيد الرئيس مصر والنرويج، افتتاح سيسي والسيد رئيس وزراء النرويج اللي عندهم احد شركات التكنولوجيا الخضراء، تكنولوجيا الهيدروجين الاخضر، قامت بتقديم التكنولوجيا اللازمه لانشاء هذا المصنع. والحقيقه ده كان حدث يعد فخر للعالم اجمع ان يصبح هناك رغم التحديات التي تواجه هذه الصناعه من حيث الحلول التكنولوجيه، انما اجمعوا ان الحكومه المصريه قد وفرت لهم كل الحلول التشريعيه والدعم والتشجيع، وبالفعل اصبح هناك مصنع ينتج الطاقه الخضراء النظيفه 100% من مصادر بديله للطاقه، يعني الهيدروجين الاخضر او الهيدروجين بوجه عام عشان تنتجه لازم تعمل له تحليل كهربي للميه. بشكر سيادتك يا فندم جدا. المصنع ده استخدم الالواح الطاقه الشمسيه لاجراء عمليه التحليل الكهربي لانتاج الهيدروجين الاخضر، وبالفعل وصلت مصر اول طياره بتستخدم الوقود، هم قالوا الوقود الاخضر اللي هو المقصود به الهيدروجين يعني الأخضر الآمن بيئيا. ده حد ذاته بيفتح مجالات عمل كثيرة جدا، لأن كل نشاط يمكن أن تحصل على مقابل الكربون فيه في حالة أن تقوم بوضع دراسة الجدوى اللازمة التي تؤكد على تقليص الاستهلاك للموارد الطبيعية وللموارد الطاقة واستخدام الطاقة البديلة. بشكرك جدا سيادة السفير، بعتذر لأن تقريبا الحلقة خلصت ولسه عندي محور كامل ببعض الأخبار. شكرا جزيلا لوجود سعادتك معايا سيادة السفير محمد عبد الغفار رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي. نروح لفاصل إعلاني سريع ونرجع نلحق كده ناخد كم خبر.